كانت عادية معناها ريال دو كونفيرمي الريزلتا نتاع الديربي ونبقوا ديما كونستون في الريزلتا نتاعنا باش نحافظوا على الباركور يكون معناها لاباس به حتى لاخر الفازة اللي التحضيرات كما قلت عادية ولكن ينتظرنا عمل كبير على المستوى الثاني بطولة الوقت المازال لأنه كرة القدم ما ثماش معناتها كورات مسبقة صحيح على الورق نشوفوا يعني هناك فوارق لكن كرة القدم ما تخضعش للأمور هذه ولذا نقولوا احنا الحيطة واجبة ولازم نكونوا حريصين باش المجهود نتاعنا يكون معناها في نسق تساعدي ويكون في حجم لعب معناها محترم ولاباس به واحترام الخصم شيء مفروض عليه. يعني امور يعني عادية معناها بطبيعة الحال لابد يعني هكا في وضعية نتاع فرصة اللاعب لكن المجموعة هي نفسها تقعد ديما لما باش نغير لاعب او اثنين ماهوش تغييرات هما شاركوا قبل باش يرجعوا يشاركوا دونك على مستوى معناها التشكيلة اعتبرها معناها ما ثماش يعني تغييرات كبيرة. الواحد ديما يحتاط انا ربحت ماتشوات مع جمعيات كبار اللي انا بيدي وقت اللي خارجين مش نلعب وماناش مصدق ماناش معناها في برنامجنا باش نلعب في الماتش وربحناه. نتذكر انا تو ليا دوزون قفصه يترناو نهار يغيبو نهار يترناو نهار يقرفو نهار عاونو ما شنو يلمزها اسبيرانس اسبيرانس لا لا خلي الامور تمشي بطبيعتها ما فكرتش باش نغير خلي الامور تمشي بطبيعتها وداخله في الكونكورونس والمجموعه الكل موجوده ومعاملين على الناس الكل في نفس المستوى مباراه القصير وما عندي مباراه القصير ما عنديش مباراه بنزرت معناها ماهوش انا كيما يعني هذا شيء نخاف منه معناها سهله ومش سهله دونك صحيح فما فوائد فما كذا لكن نخلي الامور يعني تمشي بطبيعتها وعندنا الامكانيات باش نعوضوا اي لاعب معناها يغيب مجموعه كلها متقاربه نهايه المستوى بالنسبه لنا احنا يعني مهما معناها نحترم الخصم واحترام الخصم لما معناها يكون فيه معناها حجم لعب نحاول باش يكون حجم لعب هذا موجود بطبيعه بفوارق لكن نجم يصير في مباريات اصعب افضل من مباريات معناها سهله ما تعتبر معناها منطقيا معناها سهله معناتها سا ديبون انت لو جور جي ودرجه التركيز معناها والوضعيه اللي نعيشوها لان كره القدم سي سافا فيت وتصير فيها يعني اشياء اللي ما يتصورهاش واحتمال نحكي هكا على منطلق تجربه ما نحكيش هكا يعني واحد قاعد وحاط ورقه وستيلو على ورق وما ورق اتسيتيرا وكذا هذا كل انا ما نمنش به لانه نجم تصير يعني مثل ما فما فرق كبار لاباس بهم قلت لك انا خارج نلعب ماتش مانيش رايح وربحته بالنسبه احنا اللي حاشتنا هو كما قلت هو يكون فيه يعني طابع نتاع لاعب عنده صبغه هجوميه اكثر صبغه هجوميه اكثر معناها تشوف مثلا ربما ظهير اي ظهير ايسر خارجين مع بعضهم فرص موجوده نسق افتكاك كوره معناها في عاليه بعد ما نخسروها يعني هذا يعني هنالك يعني نوع من المجازفه نوع من المجازفه في طريقه اللعب نتاعنا هذا الشيء نحبوا نوصلوا له سواء كان يعني مع القصرين او غير القصرين.